في مصر كل ما حد يتكلم عن أزمة الدولار والسوق السوداء يقول لك الحكومة نفسها بتشتري الدولار من السوق السوداء وبأسعار كبيرة، وواحد تاني يقول لك على فكرة الحكومة هي اللي رافعة سعر الدولار في السوق السوداء عشان بتشتري بكميات كبيرة وعشان كده بتحصل مضاربة. إيه حقيقة الكلام ده؟ وهل صحيح الحكومة أو وزارة المالية أو البنك المركزي بتتعامل مع السوق السوداء للدولار؟ بانكير نبض البنوك. في البداية خلينا نأكد ان مش ممكن الدولة تتعامل مع سوق ممنوعة قانونا، وخاصة لو سوق العملة، بدليل بسيط جدا انه لو الدولة بتتعامل مع السوق السوداء كان زمان ازمة الدولار اتحلت، والمالية والمركزي ما كانوش يتعبوا نفسهم ليل نهار عشان يلاقوا حل لازمة نقص العملة الامريكية. ولان مصر دولة محترمة مستحيل تتعامل مع كيان بيستغل ظروف البلد. وعشان نفهم فلوس السوق السوداء للدولار بتروح فين، لازم نعرف مين هم عملاء أو زباين السوق السوداء. أول زبون هم المضاربين نفسهم واللي بيكسبوا من فرق السعر وبيولعوا الأسعار. تاني فئة بتتعامل مع السوق السوداء هي فئة الناس اللي بتشتري الدولار عشان تخزنه للزمن، لكن ما بتضربش بيه بشكل مستمر زي أي حد كده ما بيروح يشتري ذهب ويشيله للزمن. وتفكير الفئة دي انه يستثمر في الدولار لانه شايف انه بيحافظ على سعره وسعره دايما بيزيد قدام الجنيه. اما الفئة الثالثة واللي بتتعامل مع السوق السوداء للدولار هي اصحاب الشركات والاعمال، واللي بيعتمدوا على الاستيراد وعايزين يدخلوا بضايعهم، فبيروحوا السوق السوداء ويشتروا بكميات كبيرة، وفي الاخر بيعوضوا فرق السعر من رفع سعر البضاعة بتاعتهم بالجنيه المصري، وهنا المواطن او المشتري هو اللي بيحاسب على الفاتورة. طب الدولة بتجيب الدولار منين لو الدولار رسمي؟ وهل ممكن تاخد او تشتري من شركات الصرافة وهي شركات رسمية وشغالة في النور؟ الاجابة حضرتك برضو لا، لان دور شركات الصرافة في اي دولة في العالم هو تحويل العملة لعملاء الافراد، وخاصة السائحين القادمين من دول تانية ومحتاجين باستمرار لتحويل عملاتهم الاجنبية لمصرية او العكس. يعني ببساطة مفيش غير البنوك المحلية هي اللي مسؤولة عن تدبير الأموال اللازمة للعمليات التجارية، لأنها بتحتاج أموال ضخمة بالدولار. وباختصار المركزي بيجيب الدولار من القنوات الرسمية للدولة، وهي حصيلة قطاعات الاقتصاد اللي بيجيب دولار زي قناة السويس، التصدير، تحويلات المصريين في الخارج، الاستثمار المباشر، القروض الخارجية، الودايع، السندات، وطرق تانية كتير بعيدا عن أي نشاط مشبوه. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.